يعود الحديث مجددا عن الملف النووي الإيراني عالميا بعد انشغال دول العالم بجائحة كورونا والانتخابات الأمريكية التي أسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي ترى طهران أنه قد يعاود تفعيل المفاوضات معها بهذا الشأن من جديد. ممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي قال إن بلاده دخلت مرحلة جديدة من تخصيب اليورانيوم بضخ اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة نطنز النووية، وهي آخر مرحلة للتخصيب. إعلان طهران تزامن مع بيان أوروبي حاد اللهجة تجاه الخطوة الإيرانية بشأن تخصيب اليورانيوم، فضلا عن توقيت فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ما يكشف عن عدم وجود نية لدى طهران للتراجع عن الملف النووي ما لم ترفع العقوبات عنها بحسب الخبراء. مراقبون قالوا إن فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية يشكل فرصة لعودة المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، غير أن فوز بايدن لن يغير شيئا من جوهر السياسة الأمريكية تجاه طهران. الخبراء يتوقعون أن يوظف بايدن إرث ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما لتحصيل امتيازات من طهران دون أن يفصحوا عن طبيعة تلك الامتيازات. مجموعة دول الترويكا التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا أرسلت بيانا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقدت فيه ما اعتبرته انتهاكا إيرانيا للاتفاق النووي بسبب مواصلة طهران لعمليات تخصيب اليورانيوم، داعية طهران إلى تنفيذ تعهداتها النووية بالكامل. البيان الأوروبي جاء عقب تقرير أممي كشف أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المسموح به في الاتفاق النووي إلى 12 ضعفا، ليصل إجمالي المخزون إلى ما يقرب من 2443 كيلوغراما. وفي هذا الوقت يستمر الخبراء والمراقبون برصد التحركات الإيرانية بهذا الصدد وترقب ما تفصح عنه الإدارة الأمريكية لجو بايدن بهذا الشأن، لمعرفة إن كان ملف الاتفاق النووي سيعود إلى طاولة المفاوضات أم لا.